انسحاب تدريجي للمعتصمين أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد. الاستخبارات التركية تحذر أردوغان من موجة من الاضطرابات خلال 2020 نتيجة سياساته في إدارة البلاد. إيران تستدعي القائم بالأعمال السويسري احتجاجا على المواقف الأمريكية. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع الزميلة ندى رضا. أهلا بك ندى. أهلا بك فيروز، شكرا لك. أهلا بكم، والبداية من العراق، حيث أفادت وكالة الأنباء العراقية ببدء الانسحاب التدريجي للمعتصمين أمام السفارة الأمريكية، فيما وردت أنباء عن نصب خيام لهم قرب فندق بابل بالعاصمة بغداد. جاء ذلك بعد بيان للحشد الشعبي طالب فيه المتظاهرون بالانسحاب استجابة لقرار الحكومة العراقية والتي أمرت بذلك. وفي وقت سابق اليوم أطلقت قوات الأمن العراقية وحرس السفارة الأمريكية قنابل الغاز المسيلة للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين. أكد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم أن انسحاب المحتجين أمام السفارة الأمريكية في بغداد قد أصبح ضرورة، وقال الحكيم في تغريدة له عبر موقع تويتر إن حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية وسفاراتها تبقى مسؤولية العراق والذي تعهد بها بعد موافقته على اتفاقية جنيف. وأضاف الحكيم أن رسالة المحتجين وصلت وأصبحت سلامة انسحابهم ضرورة. دعا رئيس ائتلاف الوطني العراقي إياد علاوي إلى الإسراع في تعديل اتفاقية وجود القوات الأجنبية في العراق أو إلغائها وتنظيم أخرى جديدة إن اقتضت الحاجة. وأكد علاوي ضرورة تحصين القرار السيادي العراقي وإبعاده عن أي تأثيرات جانبية، مجددا رفضه القاطع لأن يكون العراق مسرحا لصراع النفوذ والمصالح الخارجية وأن يكون أبناؤه ضحية لذلك الصراع. ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن ظاهرة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية تضر بموقف العراق دوليا، وقال عضو المفوضية علي البياتي أن الحكومة مسؤولة عن حماية التظاهرات لتجنب الإصابات والضرر على الممتلكات العامة والتفاوض مع المتظاهرين لتهدئة الأوضاع، فضلا عن حماية جميع البعثات الدولية الموجودة في العراق بشكل رسمي وبموافقة الدولة. المزيد ينضم الينا الان هاتفيا دكتور عبد الكريم، الوزان الاكاديمي والاعلامي العراقي. دكتور عبد الكريم، في البدايه اهلا وسهلا بك، يعني الى اين وصلت هذه الاحتجاجات التي تحاصر السفاره الامريكيه في وسط بغداد، وما صحه انسحاب المحتجين من امامها؟ المحتجون بالفعل انسحبوا الى مناطق على مطار نهر دجله في مناطق أبي نعاس قريبا من مقر السفارة الأمريكية، ويأتي هذا التوجيه ظاهريا حسب البيانات استجابة لنداء الحكومة العراقية، في حين هو في الداخل استجابة لتوجيه الحرس الثوري وتوجيه إيران وتجنبا لأي شد الموقف الامريكي بعد استدعاء المارينز والقوات النخبه التي قامت بالفعل بالقاء مشاعل حراريه وقنابل غاز وتحليق طيران منخفض على المتجمعين. العمليه الان تاخذ جانب اخر، هو جانب اعتصام للمطالبه بغلق السفاره الامريكيه وانسحاب
وانسحاب الأمريكان من العراق. من يطالب بهذا؟ من يطالب بهذا سيد عبد الكريم؟ يعني هذه الاحتجاجات التي شهدناها ومحاصرة أكبر سفارة في العالم، هذه السفارة الأمريكية داخل بغداد من قبل مؤيدي الحشد الشعبي في الوقت ذاته الذي كان فيه المعتصمون في الشارع العراقي منذ عدة أيام ينددون بما تقوم به إيران من تدخلات في العراق. إذن الآن من الذي يطالب بخروج هذه القواعد الأمريكية أو الانسحاب الأمريكي من العراق؟ وهل يمكن أن نقول أن هؤلاء المحتجين أمام السفارة منذ يوم أمس يمثلون الشارع والحراك الشعبي في العراق؟ يعني في البداية نحن ضد أي احتلال أجنبي سواء أمريكي أو إيراني أو من أي جهة أخرى مهما اختلفت التفاصيل والمسميات، هذا أولا. ثانيا بصراحة متناهية الذين نزلوا إلى الشارع مقابل السفارة الأمريكية لا يمثلون الشعب العراقي، إنما يمثلون أحزاب موالية لإيران مثل حزب الله العراقي وتيار الفتح الذي يقوده هادي العامري وعطاء بالحق التي يقودها قيس الخزعلي وقائد الحشد أيضا الفياض. هؤلاء لا يمثلون نبض الشارع العراقي، هؤلاء يمثلون إيران ويمثلون أحزاب بعينها، على الرغم أننا ضد أي اعتداء أجنبي على أي عراقي بغض النظر عن مكونة أو انتماء السياسي العراق للعراقيين. والسفارات الأجنبية لن تتوقف عند أدوارها الدبلوماسية بل تقوم بعمل مخابراتي واستخباراتي، إلا أن الموضوع برمته لا يكون مقدسا ولن يكون بعيد عن أي اتفاق مخابراتي أو استخباري أو سيناريو. إذن دكتور عبد الكريم، نعم دكتور عبد الكريم الوزان الأكاديمي والإعلامي العراقي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف.
لا تكمن أهمية السفارة الأمريكية في العراق في قيمتها السياسية وموقعها وسط العاصمة بغداد، فالسفارة التي تعرضت لمحاولة اقتحام من قبل محتجين عراقيين لديها خصائص تجعلها فريدة من نوعها. أكد قائد جيش لبناني العماد جوزيف عون أن القوات المسلحة تمكنت من التعامل مع الاحتجاجات بحكمة وإرادة قوية، وقال العماد عون أن الجيش اللبناني يتحمل المسؤولية بكل أمانة واقتناع، معربا عن أمله في أن يتم التوصل سريعا إلى حلول سياسية لمعالجة الأوضاع الراهنة. قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة الشمالي. يذكر أن المنطقة قد شهدت العديد من الانفجارات منذ العدوان التركي في أكتوبر الماضي، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد 12 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا، وذلك في محافظات إدلب وحلب ولاذقية خلال الساعات الماضية. هذا وذكر مركز المصالحة الروسي أن 853 لاجئا قد عادوا خلال الساعات الماضية إلى سوريا، بينهم 352 لاجئا عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ. وصلت 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية من التحالف الدولي إلى قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور. وأوضح مصدر سوري أن الشاحنات تحمل سيارات وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية، ودخلت من معبر الوليد الحدودي. كشف تقرير صادر عن المركز الأوروبي لمكافحة التطرف أن النظام التركي يقوم حاليا بإخلاء سبيل المئات من منتسبي تنظيم داعش الإرهابي، تمهيدا للدفع بهم إلى الساحة الليبية في مهمة جديدة قد تكون هي الأسوأ على الإطلاق. المزيد في سياق التقرير التالي. تقرير أوروبي جديد حمل توقيع خبراء المركز الأوروبي لمكافحة التطرف،
كشف النقاب عن أن نظام أنقرة يقوم حاليا بإخلاء سبيل المئات من منتسبي التنظيم تمهيدا للدفع بهم إلى الساحة الليبية. تقرير خبراء المركز أشار إلى ما زعمه أردوغان بشأن حربه ضد داعش، ووضع المئات من مسلح التنظيم من سوريا والعراق في سجونه. حيث فند التقرير الرواية التركية أكد أن هؤلاء المحتجزين تم جمعهم في معسكرات بمنطقة أكياكل التركية القريبة من الحدود السورية لتدريبهم وتجهيزهم انتظارا لأوامر أردوغان، تمهيدا للدفع بهم في مهام جديدة تخدم خططه في السيطرة على الشرق الأوسط. اللافت أن خبراء المركز الأوروبي لمكافحة التطرف أشاروا أيضا إلى أن نظام أردوغان تعمد ممارسة التضليل المعلوماتي للعدد الفعلي لعناصر داعش الموجودين على الأراضي التركية، واستندوا في ذلك إلى تصريح أردوغان أمام برلمانه في نوفمبر من العام الماضي، حين قال إن عدد الدواعش السجناء في تركيا بلغ 2000 فقط، وهو يناقض ما صرح به نائبه حينها بن علي يلدرم الذي أكد أن العدد الفعلي هو 10,000، ما يعني أن نحو 8,000 داعشي صاروا طلقاء وعبأهم نظام أردوغان للقيام بمهام لحسابه. كشفت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي عن تراجع عدد التشريعات في بلادها خلال عام 2019 إلى نحو 50% مما كانت عليه في 2017، وأشارت إلى أن الدراسات الجديدة تؤكد عكس ما زعمه نظام أردوغان بأن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها ستسمح للنظام الرئاسي الجديد بتعزيز السلطة التشريعية. وسبق أن انتقد نائب بورصة عن حزب الخير المعارض الأوضاع الاقتصادية والتي تشهدها البلاد، مؤكدا أنه دون تغير المناخ السياسي لا يمكن لتركيا إجراء إصلاحات هيكلية. حذر تقرير للاستخبارات التركية من موجة من الاضطرابات والتوتر خلال عام 2020 نتيجة سياسات أردوغان الخاطئة في إدارة البلاد. وجاء في التقرير تحذيرات من انفجار اجتماعي نتيجة الأزمة الاقتصادية والتي يعاني منها الشعب، حيث غلاء الأسعار وارتفاع نسبة التضخم الاقتصادي وكذلك تعقد مشكلة اللاجئين السوريين داخل الأراضي التركية. وورد في التقرير أن اللاجئين يهددون هوية الدولة بسبب زيادة نسبة المواليد داخل المخيمات. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا كرم سعيد الباحث في الشأن التركي. أستاذ كرم، أنا برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. يعني تأثير مثل هذه التقارير على أردوغان، والذي بحسب التقارير وبحسب المحللين أيضا يعني هذه الفترة تعد بداية نهايته. يعني الحقيقة تقارير الاستخبارات التركية ليست جديدة أو ليست هي الأولى من نوعها، وتداعياتها ليس من المنتظر تحقيقها، بل بالعكس جزء كبير من هذه المخاوف تحققت في الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الثلاثة الماضية. يعني إذا رجعنا، لكن ربما هذه المرة التقرير من جهة رسمية. نعم نعم، يعني إذا رجعنا إلى العام 2017 عشية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تم تمرير هذه التعديلات بنسبة 50.5% بالكاد، كذلك فاز الرئيس في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو. إضافة إلى خسارة حزب العدالة والتنمية لعدد كبير من المدن الرئيسية في الانتخابات البلدية الأخيرة، أما إسطنبول المعقل الرئيسي للحزب، بل كانت مفارقة مهمة، تصويت قطاع واسع من الناخبين المحافظين لمصلحة حزب الشعب الجمهوري. تركيا في مفترق طرق في 2020 في ظل تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والفشل في التحايل على تداعياتها. يعني ما زال معدل البطالة، معدل التضخم، ارتفاع الديون الخارجية، كلها مؤشرات دل على عمق الأزمة الاقتصادية. الأمر الثاني مرتبط بالسياسة الخارجية التركية والانخراط السلبي في أزمات الإقليم. الأمر نعم، يعني بالحديث عن السياسة الخارجية، يعني برأيك سيد كرم إلى متى سيستمر أردوغان في فتح جهات خارجية عليه لربما تلاشي أو يعني إن هو تلافي فشله في الداخل التركي؟
يعني طبعا فتح جبهات خارجيه سواء في شمال سوريا او منطقه شرق المتوسط واخيرا ليبيا هو يرتبط باعتبارات عديده، يعني منها حاجه الرئيس الى تحقيق نصر خارجي للقبض على التداعيات المؤلمه في الداخل، يعني خاصه بعد الانشقاقات التي حدثت في حزب العداله والتنميه وتراجع موقع وموضع الحزب في الشارع التركي. الامر الثاني مرتبط بمحاوله تركيا ان تكون جزء من الحصول على الثروات الكامنه في منطقه شرق المتوسط، وبالتالي هي لجات الى ادوات غير تقليديه، يعني الطعن على الاتفاقات القانونيه الموقعه ما بين دول شرق المتوسط، محاوله عسكره الأزمة، إضافة إلى الانخراط السلبي في الأزمة السورية والأزمة الليبية، كلها ملفات معقدة أدت إلى يعني إثارة الغضب والقلق في الشارع التركي، وهو منعكس على شعبية الرئيس وعلى موقع الحزب وعلى صورة تركيا عموما في المجتمع الدولي، وتسببت في تراجع منعتها إقليميا ودوليا. نعم، الأستاذ كرم سعيد الباحث في الشأن التركي كنت معي هاتفيا، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها قدمت مذكرة احتجاج إلى سفير السويسري بصفته راعيا للمصالح الأمريكية في طهران بسبب تصريحات مسؤولين أمريكيين، وذكرت الخارجية الإيرانية أنها قدمت احتجاجا قويا على التصريحات التي تلوح بالحرب في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة على حد وصفها. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سوف ينزع سلاح بلاده النووي، وأشار ترامب إلى أنه يعول على جونغ أون في الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تريد السلام وليس المواجهة مع كوريا الشمالية، وقال بومبيو في مقابلة تلفزيونية إن الولايات المتحدة ستترك الباب مفتوحا أمام احتمال أن يتخذ زعيم كوريا الشمالية الخيار الأفضل بالنسبة له ولشعبه، مضيفا أنه إذا تخلى عن التزاماته التي قطعها للرئيس ترامب فسيكون ذلك مخيبا للأمال. قالت كوريا الجنوبية إن المفاوضات الأمريكية مع كوريا الشمالية لن تفيد إذا كشفت الأخير عن سلاحها الاستراتيجي الجديد والذي ذكره زعيم البلاد كيم جونغ أون. وقال المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية في مؤتمر صحفي إن سول تأمل أن تستأنف المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن في المستقبل القريب، وأن يحرز الطرفان تقدما في تنفيذ إعلان سنغافورة المشترك، مؤكدا أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أوقفتا إجراء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق من أجل عدم تعريض المفاوضات للخطر. كان زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون قال إن بلاده أنهت الوقف الاختياري للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة إلى القارات، مضيفا أن العالم سوف يكتشف في المستقبل القريب سلاحا استراتيجيا جديدا. عادت اللهجة العدائية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة للظهور من جديد مع تعثر مسار المفاوضات بينهما حول نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ، ومع نهاية المهلة التي حددتها كوريا الشمالية لواشنطن من أجل تغيير سياستها العدائية واستئناف المحادثات النووية الهادفة لتفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية دون تحرك أمريكي يذكر حولها. دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال اجتماع لحزب العمال الكوريين الحاكم إلى اتخاذ إجراءات إيجابية وهجومية لضمان سيادة وأمن البلاد بشكل كامل، مشددا كذلك على الاكتفاء الذاتي اقتصاديا، وهو نهج أعلن اتباعه وسط تشديد العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ، وذلك بسبب برامجها النووية والصاروخية. ومن المقرر أن يكشف كيم جونغ أون خلال خطابه المرتقب بمناسبة العام الجديد
ملمحا إلى المسار الجديد الذي ستنتهجه بلاده مع فشل الولايات المتحدة في الوفاء بمهلتها لتخفيف موقفها إزاء نزع السلاح النووي. وكشف عدد من القادة العسكريين الأمريكيين أن خطوة بيونغ يانغ التالية قد تشمل اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات، وهو النوع الذي توقفت عن إطلاقه منذ 2017، وكذلك اختبار قنابل نووية. أما الولايات المتحدة التي تجاهلت عمليا مهلة نهاية العام التي حددها كيم وهونت من شأنها، أعلنت على لسان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مراقبتها عن كثب الإجراءات التي تتخذها كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الوضع هناك مقلق لكن خطوط التواصل مفتوحة بين البلدين. وفي تصريحات له قال إن واشنطن تريد إلزام زعيم كوريا الشمالية بتعهداته إزاء نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وأنها ستتخذ الإجراء المناسب في حال تجربة بيونغ يانغ لصاروخ طويل المدى أو صاروخ نووي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقع اتفاق تجارة المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين يوم 15 من يناير المقبل في البيت الأبيض. وفي تغريدة له على تويتر أضاف ترامب أنه سيوقع الاتفاق مع ممثلين رفيع المستوى للصين، وأنه سيتوجه لاحقا إلى بكين للشروع في محادثات المرحلة الثانية. تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتوحيد بلاده المنقسمة حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قائلا أن البريطانيين ينتظرهم عاما رائعا. وقال جونسون والذي فاز بأغلبية برلمانية كبيرة في الانتخابات الأخيرة إن مهمته الأولى هي ضمان إنجاز البريكزيت وطي صفحة الانقسام، مؤكدا أن البرلمان الجديد سيحترم الاستفتاء وينجز عملية الخروج نهاية الشهر الجاري. نظم عشرات الآلاف من المحتجين مسيرة في هونغ كونغ مؤيدة للديمقراطية، وذلك في أول أيام العام الجديد. هذا وانضم عدد من السياسيين المحليين المؤيدين للديمقراطية الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة إلى الحشود في أول يوم لهم في المنصب. ارتفعت حصيلة الإصابات جراء إطلاق النار احتفالا برأس السنة في مناطق متفرقة من مدينة كراتشي الباكستانية إلى 14 شخصا. وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن من بين المصابين ثلاث سيدات وطفلة، وأضافت أن الشرطة الباكستانية قد اعتقلت شخصا على خلفية الحادث، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. قتل 8 على الأقل من أفراد الشرطة الأفغانية في هجوم لحركة طالبان استهدف نقطة تفتيش أمنية على طريق السريع بإقليم بلاخ شمال البلاد. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل جنديين من الجيش في هجوم آخر للحركة استهدف نقطة تفتيش تابعة للقوات المشتركة بإقليم تخار شمالي شرقي البلاد، وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. أكدت السلطات الأسترالية ارتفاع ضحايا حريق الغابات إلى 12 شخصا، وذلك بعد وفاة شخص ثالث هذا الأسبوع. وصارعت القوات البحرية لتقديم والمساعدة في عمليات الإجلاء هذا، ودمرت الحرائق أكثر من 10 ملايين فدان، وتندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس الحار والعاصف.
ومحليا أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن العام الجديد 2020 سيكون محوريا، حيث سيشهد العديد من افتتاحات المشروعات الكبرى وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير وتطوير السكك الحديدية. جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث قدمت تهنئة للقيادة السياسية وجموع الشعب المصري بحلول العام الجديد، حيث أوضح مدبولي أن ملف الاقتصادي سيشهد تطورا كبيرا مع البناء على ما تحقق في الإصلاح الاقتصادي ووضع ملف تحديث الصناعة على أجندة الأولويات، كما أشار إلى وضع مشروع حياة كريمة على قائمة أولويات العمل في مجال برامج الحماية الاجتماعية وكذا الصحة والتعليم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز. عوض، برحب بك وإليك الكلمة. ندى فيروز، حياكم الله ومشاهدينا الكرام، عام سعيد علينا وعلى مصر الحبيبة. بدأ رئيس الوزراء اليوم نشاطه مبكرا عند الساعة 9 صباحا بزيارة ممشى مصر، والذي يمثل نقلة حضارية للقاهرة العاصمة. ويأتي ممشى مصر في إطار خطة للحكومة تحت رعاية الرئيس بتطوير مجرى النيل من أسوان حتى القاهرة، وكذلك الممشى سيكون يعني مصدر جذب للسياحة حسب وصف رئيس الوزراء اليوم وحسب البيان الذي صدر من الحكومة. عقب ذلك كان لرئيس الوزراء اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وفيه نقش إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين في مصر وخارج مصر، وكذلك النقاش حول المؤتمر المزمع الإعلان عنه قريبا بشأن الترويج للأماكن الاستثمارية المهمة في منطقة قناة السويس. ثم تلا ذلك اجتماع مع وزير الري، وفيها تم نقاش حول خطة مصر 2030 بشأن ترشيد المياه. ثم بدأ الاجتماع الأسبوعي كما أسلفت بتوجيه التهنئة للقادة السياسية وجموع المصريين بالعام الجديد وحي المصريين، وكذلك التهنئة للإخوة الأكبر بالعام الجديد. هناك ملفات أربعة نقش اجتماع مجلس الوزراء اليوم بشأنهم: الملف الخاص بالصحة والتعليم وكذلك الصناعة بالإضافة إلى البناء. وكان هناك عرضا مستفيضا من وزيرة الصحة حول الرؤية الحكومة أو الرؤية القومية الخاصة 100 مليون صحة، وكذلك الخطط المستقبلية في عام 2020 الخاصة بمجال الصحة. وعقب ذلك كان هناك عدد من البروتوكولات وقعت بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء. هذا هو المشهد الذي تم اليوم داخل مقر الحكومة المصرية. عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت مخططا شاملا للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي تحت اسم مشروع ممشى أهل مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال تفقده الموقف التنفيذي للمشروع، والذي وصفه بأنه أحد المشروعات الطموحة والتي ستغير وجه القاهرة من خلال إعادة الوجه الحضاري لها في المناطق المطلة على النيل، فضلا عن أنه سيسهم في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق، ويعمل على إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي لها تماشيا مع مختلف المدن العالمية. We'll be right back.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على حصاد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2019. وجاء في الإنفوجراف أنه تم زيادة موازنة التعليم العالي بنسبة 23% لتصل إلى 47 مليار و400 مليون جنيه بمشروع موازنة 2019 و2020، فيما تم افتتاح 3 جامعات حكومية جديدة و6 معاهد تكنولوجية، كما بدأ العمل ب3 أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية، فيما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وتخصيص 500 مليون جنيه لإنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. وأبرز الإنفوجراف زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف يو اس العالمي بنسبة 27.3%، بالإضافة إلى إدراج 16 جامعة مصرية في مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي، كما احتلت مصر المركز 92 في مؤشر الابتكار العالمي. أعلنت وزارة الإسكان فتح باب الحجز ل 6101 وحدة سكنية بمشروعي دار مصر وسكن مصر ب 13 مدينة. وأوضح وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار أنه سيتم بدء التسجيل إلكترونيا لحجز 3156 وحدة يسكن بسكن مصر غدا الخميس، وحجز 2714 وحدة بدار مصر الأحد الموافق 12 من يناير الجاري. وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي بالانتهاء من استكمال إجراءات تشغيل كافة منافذ جامعتي المرحلة الثالثة والمستوفية الشروط بحد أقصى فبراير 2020. وشدد المصلحي على قيام الوحدة المركزية لإدارة المشروع بإرسال كافة الطلبات الواردة للوزارة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2019 لكل من مديريات التموين وشركات السلع الغذائية، وذلك لإجراء المعاينة المبدئية لهذه الطلبات واستكمال الإجراءات حتى يتم دخول هذه المنافذ الخدمة والتشغيل في إطار المرحلة الثالثة خلال الفترة القادمة. قالت وزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن مبيعات معرض ديارنا للحرف اليدوية قد تخطت 1.5 مليون جنيه منذ افتتاحه للجمهور يوم الجمعة الماضي. وأشارت القباج إلى أن هناك تنوعا كبيرا في المبيعات ما بين منتجات الحرف اليدوية والتراثية والمأكولات والمفروشات، إضافة إلى وجود تنوع في أعمار زواره، ما يعكس اهتماما كبيرا من كافة الشرائح العمرية بزيارته. أكد وزير النقل كامل الوزير أن عام 2020 سيشهد المواطن طفرة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة بالسكة الحديد من خلال تولي وصول الجرارات والعربات الجديدة المتعاقد عليها، إضافة إلى إتمام عدد من مشروعات تطوير منظومة السكك الحديدية. وأكد وزير النقل أهمية الاستمرار في تطوير وتحديث هذه المرافق الحيوية والتي تنقل ملايين الركاب سنويا، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب العمل على مدار الساعة. ألقى وزير التنمية المحلية محمود شعراوي محاضرة أمام نواب المحافظين الجدد بالأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن فعاليات لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبي المكثف لهم. واستعرض شعراوي محاور تطوير التنمية المحلية ودور الوزارة فيما يخص التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات وتطبيق اللامركزية والحوكمة ودعم وتمكين الإدارة المحلية. هذا كما أشار اللواء شعراوي أيضا إلى الدور الذي تقوم به الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضي والمحافظات فيما يخص مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة.
يعتبر معبد دندر الفرعوني الخاص بالإله حتحور بمحافظة قنا أحد أكبر المعابد في صعيد مصر وأقدمها، حيث يعود تاريخ بناء المعبد إلى نحو 5000 عام. وخلال 2019 شهد المتحف استقبال 60,000 سائح، خصوصا بعد أعمال التطوير والتي نفذتها البعثة الفرنسية، حيث تم تحويله إلى معبد مفتوح. إنه أحد أقدم المعابد الأثرية العريقة في صعيد مصر، ما أن تطأ أقدام الزائرين رحابات معبد دندرة بقنا حتى تستقطب هذه النقوش الفرعونية بألوانها الساحرة الأنظار إليها. يتكون المعبد من طبقين، ويقول الأثريون إنه من أكثر المعابد المصرية حفظا، إذ لا تزال أسقفه وأعمدته تحتفظ ببريقها ولم تتأثر بالعوامل الجغرافية على مر العصور. هذا الموقع ساعد معبد دندرة بالبقاء على حفظ جدرانه ونصوصه كما لو كانت منقوشة بالأمس. والدليل على كده طبعا احنا بنشوف إزالة السناج من الصالة الأولى في معبد دندرة، الصالة الفلكية، صالة الوسخة خعيد، الصالة الأولى معبد دندرة، بنلاحظ الأبراج والأفلاك السماوية فيها ومناظر الآلهة نوت ربة السماء ورحلتها في عالم الشمس وابتلاع قوس الشمس اللي تلده في اليوم التالي كناية عن تجديد اليوم للصباح والعمل. أعمال التطوير التي نفذت بالتعاون مع البعثة الأثرية الفرنسية شملت وضع 10 مصاطب وبلوكات حجرية تستخدم كقواعد لعرض 145 قطعة نادرة يعود تاريخها إلى العصر اليوناني الروماني، وبعضها إلى الدولتين القديمة والحديثة. وأسهم هذا الاتجاه في احتلال المعبد مكانة متميزة على خريطة السياحة العالمية، ليستقبل في العام المنصرم نحو 60,000 سائح من جنسيات متعددة. السنة دي الحمد لله رب العالمين موسم السياحة موسم جميل نشط، أعداد السياحة فيه متزايدة عن الموسم اللي قبله واللي قبله. إن شاء الله احنا بنأمل في تطور أكبر وفي زيادة الأعداد السياحية الموجودة هنا في معبد دندرة، وبندعو الناس إنها تيجي هنا تزور معبد دندرة سواء سياحة داخلية أو سياحة خارجية. أسرار كثيرة تحتفظ بها تلك البقعة الممتدة على مساحة تصل إلى 40,000 متر مربع بالقرب من ضفاف النيل. فمنذ أكثر من 5,000 عام بني معبد دندرة الملقب بمعبد الإله حتحور، وهو رمز الحب والجمال والأمومة عند قدماء المصريين. ويضم المعبد عددا من المنشآت الدينية التي كانت مسرحا لإقامة الشعائر الدينية في تلك الحقبة. استقبلت القاهرة ومدن العالم المختلفة العام الجديد 2020 بالاحتفالات والألعاب النارية المبهرة بحضور مئات الآلاف من الأشخاص. ومن باريس إلى موسكو ونيويورك ولندن امتلأت الساحات العامة لمشاهدة العروض المختلفة وسط إجراءات أمنية مشددة. انتهى عام وبدأ عام جديد، واستقبل العالم عام 2020 تباعا، واحتشد الملايين في الساحات وأماكن التجمع المخصصة لمتابعة الاحتفاليات الكرنفالية المبهرة التي أضاءت سماوات العالم. برج القاهرة استقبل العام الجديد بالألعاب النارية والاحتفالات الكرنفالية غير المسبوقة لاستقبال العام الجديد وسط أجواء حماسية ساحرة، فيما أبهر برج خليفة بدبي الجميع بعرض مذهل للألعاب النارية إذانا ببداية عام 2020 والعقد الجديد. فتجمع آلاف الأشخاص في محيط البرج لحضور عرض ساحر شمل رسوما ضوئية على واجهة البرج مصحوبا بتأثيرات صوتية. وفي العاصمة اللبنانية بيروت تجمع الآلاف من اللبنانيين للاحتفال برأس السنة على طريقتهم، مستمرين في الاحتجاجات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة. وأعطت سيدني التي يلفها دخان بسبب حرائق الغابات إشارة الانطلاق لاحتفالات رأس السنة في العالم بعرض هائل للألعاب النارية لتصبح أول مدينة تدخل العقد الجديد. واستقبلت العاصمة الفرنسية باريس رأس السنة الميلادية بإطلاق الألعاب النارية والأضواء المبهرة في منطقة قوس النصر وبرج إيفل ومنطقة الشانزليزيه. وفي العاصمة البريطانية لندن دقت ساعة بيج بن عند منتصف الليل بعد أن كانت صامتة لمدة طويلة بسبب أعمال الصيانة وسط إطلاق ألعاب نارية على ضفتي نهر التايمز.
وفي تايمز سكوير في قلب نيويورك بالولايات المتحدة احتشد مئات الآلاف استعدادا للاحتفال بقدوم العام الجديد، وشهدت مختلف أنحاء ألمانيا احتفالات بمناسبة رأس السنة الجديدة، وكان أكبرها في العاصمة برلين، وتجمع مئات الآلاف من الألمان والسياح أمام بوابة براندنبورغ التاريخية، معلم برلين الشهير. واحتفلت روسيا بدخول العام الجديد بمجموعة من الألعاب النارية التي أضاءت سماء العاصمة موسكو وسط حضور الآلاف، وأبهرت موسكو الجميع بتنظيم عرض ألعاب نارية فيما يقرب من 20 ميدانا وعشرين حديقة تزامنا مع العد التنازلي لعام 2020. وبعد أكثر من 6 أشهر من التظاهرات شبه اليومية، احتفلت هونغ كونغ بقدوم العام الجديد من خلال تجمعات جديدة مؤيدة للديمقراطية، حيث قرر المتظاهرون دمج مطالبهم باحتفالات العام الجديد. ورياضيا، يحل الأهلي اليوم ضيفا على فريق مصر المقاصة في الجولة 11 من الدوري الممتاز، ويتربع الأهلي على قمة ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 مواجهات، بينما يأتي فريق مصر للمقاصة في المركز 15 برصيد 9 نقاط. اكتسح الترجي الرياضي ضيفه شبيبة قيروان ب7 أهداف مقابل هدف في الجولة 13 من الدوري التونسي. بهذا الفوز رفع الترجي رصيده إلى النقطة 22، يحتل بها المركز 4، بينما تجمد رصيد شبيبة قيروان عند 12 نقطة في المركز 10. أفادت تقارير صحفية بأن المدير الفني لفريق نادي إيفرتون الإنجليزي كارلو أنشيلوتي يسعى لضم النجم الكولومبي لنادي ريال مدريد رودريغيز، باعتبارها أول صفقة كبيرة للمدرب الإيطالي بفريقه الجديد، ويحتل إيفرتون المركز 10 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة. يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي فريق إيفرتون اليوم على ملعب الاتحاد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، ويحتل مانشستر سيتي المركز 3 بجدول ترتيب البريمير ليج برصيد 41 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز 10 برصيد 25 نقطة. وكان السيتيزنز قد حقق الفوز في الجولة الماضية على فريق شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، كما تغلب إيفرتون على مضيفه نيوكاسل بهدفين لهدف. كما يحل مانشستر يونايتد اليوم ضيفا على فريق أرسنال في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، ويحتل أرسنال بقيادة مدربه الجديد أرتيتا المركز 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد خامسا برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق تشيلسي الرابع. حضر الياباني تاكومي مينامينو لاعب ليفربول الإنجليزي لمقر النادي بعد انتقاله لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في أولى صفقات الريدز مقابل 7,250,000 جنيه استرليني، ويتصدر ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة جمعها من 18 انتصارا والتعادل في مباراة واحدة. أعلن الأورغوايني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة رغبته في البقاء مع النادي الكتالوني، علما بأن عقده مع النادي سينتهي في يونيو 2021، وأصبح سواريز رابع أكبر هداف في تاريخ البارسا ب190 هدف بفارق 4 أهداف خلف النجم التاريخي المجري كوبالالا ب194 هدفا.
يسود غدا الخميس طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. بهذا نصل لختام هذه النشرة الإخبارية، وهذه تذكرة بأهم ما ورد فيها. انسحاب تدريجي للمعتصمين أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد. الاستخبارات التركية تحذر أردوغان من موجة من الاضطرابات خلال 2020 نتيجة سياساته في إدارة البلاد. إيران تستدعي القائم بالأعمال السويسرية احتجاجاً على المواقف الأمريكية. وفي الختام لمزيد من الأخبار تابعوا دائماً موقعنا الإخباري extranews.tv. شكراً لكم.